سلام الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله، يا ربي تكونوا بألف خير وسلامه. اول حاجه مرحبا بكم في القناه ديالي سالي فلوغ. شكرا لكم على الدعم على المسانده. القناه ديالي هي قناتكم، حسبوني انا ضيفة عندكم ومرحبا بيا عندكم، ما شاء الله وصلى النبي عليكم. دائما كتساندوني وكتدعموني، شكرا على الدعم وعلى المسانده وعلى التعليقات الزوينه اللي بحال وجهكم، وشكرا لكم على اللايك وعلى المشاركه، كنشكركم بزاف من هذا المنبر. مرحبا بالقديم ومرحبا بالجديد. اليوم قلت ننوع لكم هذا الفيديو، جبت لكم فيديو جديد ان شاء الله يا ربي يكون عند الاستحسان ديالكم. اليوم هذا اللي بغيت نشارك معكم هذا الكوموند اللي جبت اليوم، وهي عباره عن الميرونزي. جبت ثلاثه ديال القراعي، وجبت سبيرولينا، وجبت سميتو كورديسيبس، وجبت الاخرى سميتها هذه القرعه الكوك ديال الكوك، الكوكو زيت الكوكو. ما شاء الله هادو كلهم ان شاء الله غنعطيكم الفوائد ديالهم، ولكن هذا النهار بغيت نخصص لكم غير ديال سميتو ديال الكورديسيبس هو الاولاني، ومن بعد ان شاء الله نعطيكم هاد الميرونزي ونعطيكم ديال زيت الكوكو، حيت ديجا عطيتكم ديال الفيتا الريشي، وعطيتكم ديال سبيرولينا. يعني بلا ما نعاودها، لان كلشي كاين في الفيديوهات الاخرين اللي سبقوا. اليوم بغيت نعرفكم على جميع المكملات تاعو، وما شاء الله راه زوينين بزاف بزاف، وان شاء الله يا ربي كنتمنى تجربوهم. هذا الفيتا الريشي راه ديجا قلت لكم الفوائد ديالو، ان شاء الله عاد مره اخرى مازال نزيد، لانه هو غني عن التعريف وزوين، فيه فوائد كثيره. انا عطيتكم غير الشاشير مع جزئيات، واليوم قلت غادي نعطيكم ديال الفطر الاخر على الكورديسيبس. هذه سبيرولينا ديجا قلت لكم عليها، الامريكانيين كيعتبروها صحاب كيقولوا زعما ديال صحاب الفضاء، اكثريه كياخذوها بزاف، هي هو الغذاء الاساسي ديالهم هو سبيرولينا، لان غنيه بالالياف، غنيه بالفطر، بالفيتامينات، بالمعادن، بالطحالب، يعني غنيه بزاف. واخا راني قلت شرحتها لكم نهار الفيديو الاخر اللي قبل، ان شاء الله سيروا الفيديو الاخر غادي يبان لكم. هاد السبيرولينا هادي وصلتها لي صديقه ديالي، جبتها لها حتى هي وزيت الكوكو والميرونزي، خديته للوالد ديالي على حساب السكر، والوالده ديالي على حساب المصران، لان الميرونزي حتى هو يعني المفعول ديالو غزال، ومازال ان شاء الله نعطيكم الفوائد ديالو الفيديو القادم ان شاء الله. ودابا غادي ندوز للفيديو ديال ندوز للكورديسيبس. الكورديسيبس دي اكس ان، والمعجزات الصحيه المذهله، كنز من كنوز الطبيعه، يسمى فطر الكورديسيبس من اروع المكملات الغذائيه من الدي اكس ان، والذي تميزت الشركه بتوفيره لجميع الناس بافضل جوده. فكورديسيبس دي اكس ان هو فطر طبيعي نادر، له عديد من الفوائد المذهله والمعجزات الغذائيه لجسمك، مثل زياده قوه الجسم وتحسين وظائف الرئتين والكلي والغدد، وتحسين الدوره الدمويه، وكذلك زياده النشاط الجنسي للرجال والنساء. لماذا فطر الكورديسيبس له فوائد علاجيه عاليه جدا؟ لانه يحتوي على مكونات غذائيه، فيتامينات ومعادن، وكذلك مضادات للاكسده. بعض فوائد الكورديسيبس للدي اكس ان: تقوية مناعة الجسم بشكل عام وحمايته من الأمراض، مفيد جدا لحالات السرطان، يعالج آلام الظهر، يساعد في علاج الأعصاب، يقوي وظائف الجهاز التنفسي، وينفع في علاج التهاب الرئة، كما أنه يخفف أعراض مرض الربو، مفيد للقلب، تقوية وظائف الكبد، كما ينفع في حالات التهاب الكبد والوبائي من النوع B، يحافظ على صحة الكلي، كما ينفع في حالات فشل الكلي، ويساعد على إضرار البول، يعمل على تنقية الجسم من السموم، يساعد الجسم على مكافحة أمراض البرد مثل الرشح والزكام. علاش أنا بغيت ندير هذا الفيديو هذا قبل ما ندوز نكمل المعلومات الأخرى؟ هذا الصابونة قلت لكم ديال الفطر الريشي، راني ديجا درتها لكم، يعني راه بلا ما غنية عن التعريف، يعني فصابونة انا ديجا جربتها. انا كون ما جربتش هادشي ما غاديش ندير لكم فيديو، كما قلت لكم هذاك النهار قلت لكم ما غاديش ندير فيديو،
الا لك كانت حاجه زوينه وما شاء الله عطيك كاينه الفائده والله. يعني انا استفدت من هذا الشيء بزاف، استفدت من الميرونزي والفطريشي المثلث الذهبي والسبيرولينا. انا اعزكم الله كنت ما كندخلش الطواليط، انا ديجا قلت لكم ما شاء الله الحمد لله النصران ديالي ما بقاش كسول يعني ولا طبيعي الحمد لله بفضل المثلث الذهبي. المثلث الذهبي قلت لكم مكون من الميرونزي والفيتا الريشي والاخر والسبيرولينا. هذاك ما اخو دبي الله شرح لكم على الكورديسيبس، انا عطيتكم معلومات بعض المعلومات، مره اخرى ان شاء الله غنزيدكم معلومات اخرين ان شاء الله باذن الله على هذا باقي هذا الكورديسيبس، باقي فيه معلومات بزاف. انا اليوم اختصرت لكم هذاك الشيء علاش بغيت نعرفكم شويه على الكورديسيبس. الحمد لله منين كاين هاد المواد الغذائيه كينفعونا نفعونا بزاف والله الا نفعونا بزاف. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نهضر لكم يا اما على زيت الكوكو ولا المورينزي. المورينزي عاود نقول لكم الفوائد اللي فيه ولاش كيصلح للاستعمال ديالو، وسيرتو هو وزيت الكوكو. ان شاء الله نعطيكم عاود نصائح بهذا الشيء. هذا لوجو ديال شركه دي اكس ان، الاحمر الاخضر الزرق. انا نعطيكم ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله انا نعطيكم معنى ديال الاحمر والاخضر والزرق ان شاء الله يا ربي. وسميتو المهم انا بدات كي بغيت نشارك هذاك الشيء، بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا فاين. الناس هما عندهم اسماء غريبه سبحان الله. شوف دابا الكورديسيبس، جانوديرما دي هو الفطر الريشي، يعني كيقول لك لمعان الجلد، يعني كيخلي البشره حقيقه والله ما دي وليت كنستعمل هذا الشيء الحمد لله، ولات البشره ديالي صافيه ولات كتبان والحمد لله بفضل هاد السبيرولينا والميرونزي والفيتا الريشي. ودابا كناخد كورديسيبس حتى هو عنده فائده كثيره بزاف، وانا قلت لكم انا كما انا قلت لكم الفوائد ديالو. الصابونه انا قلت لكم الفوائد ديالها حتى هي. وشكرا لكم بزاف على هذه المتابعه وعلى المسانده، واللي دار لي ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساو لي شي كومونتير يكون محفز، ولا عجبكم هذا الشيء وانا كنصحكم اصلا بهذه المواد الغذائيه تستعملوها والله ما غاديش تندموا، فيها فائده كثيره بزاف والله الا استعملوها وما غاديش تكون زوينه زوينه بزاف. انا بديت كنستعملها وسيرتو صحاب فكرتني اللي قلت لكم هاد الكورديسيبس كيساعد حتى على ادرار البول، الانسان كيساعد الانسان بيبي، حنا ما كنديروش بيبي صحاب الدياليز والله قليل اللي كيدير، مزيانه صحاب الفشل الكلوي كيساعد على ادرار البول، كتعمل على تنقيه الجسم من السموم. نصيحتي لصحاب الدياليز اللي بحالي اللي كنديروا دياليز بحالي، حتى انا كندير دياليز، وانا درت جربت هذه المكملات الغذائيه ولقيت النتيجه يعني كاين النفع. كنتمنى ان شاء الله يشوفوا هذا الفيديو ويستافدوا حتى هما وياخذوا هذه المكملات ويكسبوا الصحه ديالهم ان شاء الله يا ربي. شكرا للاخت زهره الحبيبه ديالي اللي كتنصحني وكتعطيني دائما نصائح، وكذلك الاخت الغزاله ديالي فاتحه كنشكرها من هذا المنبر، شكرا ليها بزاف يعني حتى هي ساعدتني وكتقيد لي هذا الشيء وورات لي كيفاش ندير، كنشكرها من هذا المنبر. كنشكر الاعضاء كاملين دي في الدي اكس ان والقائدات والقائدين حتى هما كنشكرهم بزاف من هذا المنبر، وشكرا لكم جميعا. وشكرا كل واحد دخل لي لهذا الفيديو وشاف لي ودار شاف الفيديو ودار لي كومونتير كنشكرو من هذا كنشكرو بزاف بزاف. غير ما تنساوش تبارطاجيوه الله يخليكم للاحباب والاهل باش تعمل فائده، واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا. الشركه اللي بغى ينضم لهذه الشركه راه تقياد فابور، والعيالات اللي جالسين في الدار هذه فرصه للخدمه ديالهم يخدموا راه ما غاديش يندموا، بالعكس شركه معطاءه، شركه ديال الثراء ديال الصحه. يعني كنفضل انا الانسان عاود ما يبقى جالس في الدار جالس جامع يديه، يشارك في هاد الشركه ويستفد هو من حوايج بزاف ويستفد من النصائح والله. وما تندموش ان شاء الله اذا دخلتو، وغنخلي التليفون ديالي في صندوق الوصف، واللي بغى شي حاجه مرحبا والف مرحبا.